يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ما يسمى بالمجس، وهو نوع من المقامات والأبيات الحجازية تلحن بدون آلات وتنشد في الأعراس، فهل يجوز الاستماع إليها؟ والله ما أعرف المجس، لكن النساء مباح لهن الغناء المجرد، غناء مجرد بالصوت المجرد بينهن، لا ليس معه مزامير ولا ليس معه إلا الدف فقط، الدف وهو المسدود من جهة وحده لا من جهتين، يسمى الغربال، شيء مدور يسد من جهة وحده فقط، هذا تضربه النساء في العرس وتغني بالصوت المجرد فقط. نعم.